افتتحت وزارة الأوقاف اليوم 17 مسجدا جديدا وسبع مساجد بعد صيانتها وترميمها ليكون إجمالي ما جرى افتتاحه منذ أول سبتمبر من العام الماضي 1437 مسجدا. وينضم إلينا من القاهرة مراسلنا وليد هيكل للمزيد والتفاصيل. نعم شروت، بالفعل كما ذكرت في الخبر الآن أن وزارة الأوقاف بالفعل افتتحت 17 مسجدا جديدا اليوم الجمعة، لكن بالفعل أقيمت وأدى معالي وزير الأوقاف وسيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صلاة الجمعة من مسجد السلطان مؤيد شيخ من عمق القاهرة التاريخية، وذلك ما يعد اهتماما كما تهتم الدولة المصرية ببناء الحديث والجديد، تهتم أيضا بالمساجد الأثرية والتاريخية جنبا إلى جنب إلى بناء المدن الحديثة. لكن مزيد عن هذا الاهتمام ومدى اهتمام وزارة الأوقاف خلال الفترة الحالية بالمساجد التاريخية والأثرية، شروتي يسعدنا أن ينضم معنا الآن معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. سيادة الوزير، كما ذكرت كما تهتم الدولة المصرية خلال الفترة الحالية ببناء المدن الحديثة وبناء كل ما هو جديد، تهتم أيضا بالأماكن التاريخية والأثرية، ولعل مسجد المؤيد السلطان المؤيد شيخ الذي نحن بصدده الآن هذا هو أكبر دليل وأكبر يعني شاهد على الآثار التاريخية والأثرية التي كانت قديما، تعليق سيادتكم. بداية كما ذكرت حضرتك، رغم أننا نفتتح اليوم 17 مسجدا، حرصنا أن نكون هنا لنرسل رسالتين. الأولى كما ذكرت أن الدولة المصرية كما تبني الحاضر والمستقبل فهي تحافظ على تاريخها العظيم، وكان هناك اجتماع هذا الأسبوع مع السيد محافظ القاهرة حول الاهتمام وتطوير القاهرة التاريخية، ويأتي نقل صلاة الجمعة اليوم في إطار هذه الرسالة، وهو اهتمام الدولة المصرية بالمدن القديمة وبالريف المصري حياة كريمة، فهي تهتم اهتماما متوازنا بإقامة المدن الجديدة، بحياة أهل القرى، حياة كريمة لأهل الريف، بالحفاظ على المدن التاريخية. وأختم بالأمر الآخر، أننا أمام صفحة عظيمة، صفحة عظيمة من صفحات الحضارة المصرية العظيمة والتاريخ المصري العريق. نقول التاريخ خير شاهد. في كل يوم نعود إلى مسجد من المساجد الأثرية، من سواء مسجد آل البيت إلى مسجد سيدنا عمرو بن العاص إلى مسجد الإمام الشعراني إلى هذا المسجد مسجد المؤيد شيخ، وكل مسجد قصة وحكاية، إلى مسجد السلطان حسن، إلى مسجد الإمام الرفاعي، إلى مسجد محمد علي. هذا المسجد خشد بالمناسبة، لأن الناس يسمعون عن مسجد محمد علي وعن مسجد سيدي أحمد الرفاعي، عن مسجد سيدنا عمرو بن العاص، لكن قلة قليلة تسمع عن بعض هذه المساجد. يأتي هذا المساجد ليؤكد أن ما تعمر به مصر من كنوز أثرية وتاريخية عظيمة يقف خير شاهد على عظمة الحضارة المصرية، ويجعلنا نفخر بانتمائنا لهذه الحضارة العظيمة. كل شكر حضرتك سيادة وزير الأوقاف. وبالانتقال شروتي للحديث مع سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مدى اهتمام الدولة المصرية سيادة اللواء محافظ القاهرة خلال الفترة الحالية بالمناطق الأثرية والتاريخية وإعادة ترميمها مرة أخرى وإظهارها بالشكل الجيد؟ قيمة صلاة الجمعة اليوم في مسجد المؤيد الشيخ، وهو أحد المساجد التاريخية الإسلامية، بحضور معالي السيد وزير الأوقاف، وذلك يأتي في إطار خطة الدولة بتطوير القاهرة التاريخية، القاهرة التاريخية بما تحمل من يعني حضارة تاريخية كبيرة، كان لابد على الدولة أن تهتم وأن تحيي هذا التراث، وهذا التراث والنسيج المعماري المتفرد والمتميز. ومن هنا كان يعني تدخل الدولة لإعادة تطوير القاهرة التاريخية بالكامل. اليوم النهاردة في أحد المساجد التاريخية التي بنيت في العصر المملوكي منذ أكثر من 800 عام، وهي خير شاهد على يعني عظمة التاريخ القديم ومدى اهتمام الدولة بيعني إحياء هذه المناطق التاريخية التي تدل على التاريخ المصري القديم والتاريخ الإسلامي.
يعني اهتمام الدولة كما ذكر السيد وزير الأوقاف ببناء مصر الحديثة يتوازى أيضا مع يعني الاهتمام وتطوير المناطق التاريخية للحفاظ عليها لما تمثل من تاريخ قديم لهذا الشعب العظيم وحضارة مصر القديمة. يعني مصر زي ما هي بتبني الدولة الحديثة اهتمام أيضا بالدولة التاريخية القديمة في كل مكان. شكرا. كل شكر لحضرتك سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. إذن بالفعل شروت كما ذكر معالي وزير الأوقاف وسيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة كما تبني الدولة المصرية الحديث تهتم أيضا بتاريخها الماضي. دعيني أذكر لك أخيرا شروت أن مسجد السلطان المؤيد شيخ يقع في آخر شارع المعز وبالقرب من باب زويلة ويمتاز بالإيوان المفتوح وأعمدته البنائية بالفعل التي تسر كل الأعين التي تزور هذا المكان. إليكم في الاستوديو شروات. تابعنا مشاهدينا مباشرة من مسجد مؤيد شيخ بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة مراسلنا وليد هيكل ومتابعة لاهتمام الدولة المصرية بصيانة المساجد التاريخية وترميمها وافتتاح وزارة الأوقاف اليوم 17 مسجدا وسبع مساجد جديدة.